السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نفتحوا حساب الأدسنس بطريقة صحيحة. خوتي نعطيكم ملاحظة، إذا كان عندك حساب الأدسنس قديم وراك فاتحه في جهاز الحاسوب وجيت تفتح واحد جديد، لازم تفورماتي الحاسوب باش تقدر تفتح حساب جديد. إذا كان فاتح الادسنس قديم في نفس الجهاز وتفتح حساب اخر جديد ادسنس، راه يدير لك حظر خاوتي، هنا يديها في بالك. وحتى فورماتيت الحاسوب وتجي تفتح واحد جديد ادسنس بنفس المعلومات كذلك يعطوك حظر، لازم تبدل المعلومات وتبدل النمر تليفون ولا دير باسم اخر، شخص اخر، ابن عمك ولا اخوك ولا صاحبك، مهما كان شخص مهم ما يكونش معلومه صحيحه تاعك، هذه تكون على بالك. مهم قبل تشغيل هذا الفيديو خاوتي ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يجيك جديد. نبدأ عبركة الله، اول دخول الى جوجل كروم ومن بعد في خانة البحث نكتبوا ادسنس بهذه الطريقة، نكتبوا ادسنس بهذه الطريقة خاوتي، بعد الانتري وبعد نضغط على الرابط الاول هو كسب الارباح باستخدام مميزة تحقق ربح من الموقع ولا من اليوتيوب، نكليك عليها ومن بعد نضغط على البدء. إذا كان عندك حساب آخر اكتب هنايا أو دي تسجيل دخول، هنايا أول مرة نديرو البدء، هنايا نديرو إنشاء حساب، نديرو شخصي، هنايا مثال نكتبو أي اسم، مثال نكتبو كوكو، كذلك كوكو مثال دي زد، نديرو التالي. خاوتي نعطيك سبيل المثال، هنا العام مثال 1900، خاوتي 1900 مثال 97، نديرو الشهر أي شهر نديرو هنايا، اليوم مثال 23، جنس الذكر نديرو التالي، ومن بعد هنا يقول إنشاء حساب، مثال نختارو دي زد ك 8 2004، من بعد نديرو التالي، هنا نديرو مود باس خاوتي، مثال ك بهذه الطريقة، من بعد نديرو اللصق، من بعد نديرو التالي، هنا يدي رقم الهاتف خاوتي، سبيل المثال رقم الهاتف كان جيزي ولا اريد ولا موبيديز، دوكا نجيب رقم الهاتف نرجع لكم. خاوتي هنا درنا رقم الهاتف، من بعد نديرو التالي، دوكا يجينا الكود خاوتي. نديرو الكود او الرمز، ومن بعد نديرو التالي، ومن بعد هنا دير جيميل احتياطي، ربما تنسى جيميل ترجع بهذا الجيميل، نديرو التخطي، ومن بعد نديرو التالي، ومن بعد نديرو موافقة على الشروط وأحكام بهذه الطريقة الصحيحة باش تفتح حساب الأدسنس باش تربطو مع القناة. من بعد نروحو هنايا نفتحو النافذة، نديرو أدسنس، أدسنس، نديرو أونتري، بعد ندخل على الأول، ومن بعد تجيني هذه خاوتي الواجهة تاع كل أدسنس، نديرو البدء. بعد نضغط على الجيميل اللي فتحنا به مباشرة يدخل الى جوجل ادسنس بهذه الطريقة. هنا خاوتي يقلطوا ياسر، يجوا يفتحوا الادسنس يجيو هذه النافذة، هنا واش يقول لك؟ يقول لك موقعك الالكتروني، هنا واش يقصد؟ يقصد هنايا اذا كان عندك مداولة دير مداولة، الا ما عندكش مداولة دير ليس لدي موقع بهذه الطريقة. ومن بعد هنا يقول لك
نعم أريد تلقي مساعدة مخصص اقتراحات عن أداء. نكليك على هذه الأولى وبعد نختار البلد. هنا البلد كل واحد وراه مقيم في الجزائر ولا في المغرب ولا في ليبيا، تونس، أوروبا، فرنسا، أمريكان، مهم حسب المقيم فيها. وعندكم تفتحوا أتصل آخر، أيوة تكون على بالكم ديال الجزائر أو الجزائر عفوا. ومن بعد هنا يقول لك الشروط، شروط وأحكام. ومن بعد نديرو بدأ استخدام الأدسنس بهذه الطريقة. ذكر أن فتحنا حساب أدسنس بطريقة صحيحة، صح. هنا واش يقول لك سبب حرب في أوكرانيا، هذو ما اللي عندهم حرب في أوكرانيا ما يخلصوش من أدسنس، تكون على بالكم. ها أيوة ديرو تجاهل أو تجهيل، صح. هنا يا خاوتي درك الادسنس ماهوش جاهز في الربح، معناها ماهوش مفعل 100%، صح. كيفاش تفعلوا؟ تربطوا مع القناه، الى كان القناه تاعك جبتها فيها شروط 1000 مشترك و 14 ساعه مشاهده تربطوا، او دي مراجعه طلب مع شركاء اليوتيوب باش تقدر تفعيل الادسنس وباش تلحق 10 يورو في حساب الادسنس وباش دوموندي كود بين، صح. تقولي حبيب كيفاش ندوموندي كود بين، صح. نضغط على دفعات ومن بعد نضغط على معلومات الدفع بهذه الطريقه باش نعمل المعلومه الشخصيه. هنا يقول لك اضافه حساب دفعات، صح. هنايا تختار نوع حساب، انا تختار نوع حساب كان فردي ولا مؤسسه، احنا نديرو فردي معناه شخصي. هنايا نديرو اسم حقيقي، مثال محمد الحبيب شهد، صح. هنايا نديرو العنوان، مثال هنايا نديرو محمد الحبيب، نديرو شهد بهذه الطريقة. هنا نديرو العنوان ولازم يكون كلشي بالفرنسية، مثال عين داك، نجيب العنوان ونرجع لكم بهذه الطريقة. العنوان الأول هو عين ماضي لقوات ألجي، نعاود ثاني كوبوه ومن بعد نديروه هنايا، ومن بعد نديرو هنا رمز البريد، ولازمنا نديرو رمز البريد خاصة بنا البريد الجزائر، مثال 03012. وعندكم تقلطوا خاوتي المعلومات تكون صحيحة. ومن بعد عندو المدينة، كما أنايا راني تابع ولات لقواط، أنايا نديرها لقواط خاوتي، نديروها لقواط، صح. ومن بعد واش يبقالنا؟ يبقالنا رقم الهاتف. هنا واش يقولك؟ رقم الهاتف اختياري، هنايا لازم نديرو رقم الهاتف باش يجينا الكود بين في لابوست، يعيطونا نتاع لابوست يقول لكم ارواحوا ودوا البريه نتاعكم تاع جوجل ادسنس، ولا وصي نتاع الموظفين تاع البريه الجزائر يقول له حمادي يجيك هذايا البريه نتاع جوجل ادسنس ولا تاع جوجل عيط لي بهذه الطريقه. ومن بعد كمل المعلومات، دائما خاوتي قبل ما ديروا الارسال او قبل ما ديروا الحفظ دائما فيريفي المعلومات، الاسم واللقب، العنوان الاول، العنوان الثاني، رمز البريد، المدينه، وكذلك رقم الهاتف، ومن بعد دير الارسال، صح. دونك انا درنا ارسال باش تفعل ادسنس، لازم تربطه مع القناه تاعك، ومن بعد لازم يكون عندك 5 اورو ولا 10 اورو ولا 11 اورو يتحولوا من الاستديو اليوتيوب يتحولوا جوجل ادسنس باش دوموندي كود بي باش تفعل ادسنس باش تلقي الارباح او سحب الارباح تاع الادسنس بهذه الطريقه، الطريقه الصحيحه. مهم اللي عنده اي مشكله ولا عنده استفسار خلينا التعليق اسفل هذا الفيديو ولا يتواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.